هروح سريعا في البدايه لزميلتنا العزيزه مريم سميح من سحور اللجنه الاولمبيه، نطمن من خلالها على اخر الاخبار والكواليس والاجواء بكل تاكيد. يا مريم اهلا بيكي. برحب بيك يا أمير، برحب بيك يا محمد، وبرحب طبعا بضيوفكم الأعزاء محمد الجزار وكريم سعيد، وبرحب بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. كل سنة وحضراتكم طيبين. ومن داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى وحفل توقيع البروتوكول ما بين اللجنة الأولمبية المصرية وما بين اللجنة البارالمبية المصرية، طبعا احنا موجودين هنا يعني لحظة بلحظة منذ البداية. الحقيقة ان هو اول بروتوكول تعاون ما بين اللجنتين، وطبعا ده بحضور وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف وعدد من الرموز الرياضيه، طبعا كبار الرموز الرياضيه وعلى راسهم كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ودكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، ايضا اكيد موجود المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وايضا بتتواجد النائبه الدكتوره حياه خطاب رئيس اللجنه البارالمبيه السابق، وايضا النائبه ايه مدني رئيس لجنه اللاعبين باللجنه الاولمبيه المصريه، وعدد من النجوم طبعا البارالمبيين، وكمان يعني هيكون في تكريم لعدد من يعني اللاعبين اللي تم تكريمهم او حصلوا على ميداليات في اولمبياد طوكيو 2020. وطبعا النهارده اكيد يعني الكلام كان مطول والحديث عن التحضير لاولمبياد باريس 2024، واكيد يعني كان في فيلم تسجيلي ايضا اتكلم عن فكره بروتوكول التعاون ما بين اللجنتين سواء اللجنه الاولمبيه او اللجنه البارالمبيه. الحقيقه يعني يمكن دكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبيه المصريه تحدث من اين جاء هذا البروتوكول او فكره هذا البروتوكول، يعني ان هو اول بروتوكول تعاون ما بين اللجنتين. الحقيقه ده تم يعني بناء على فكره توقيع بروتوكول تعاون ما بين اللجنتين الدوليتين، ومن هذا الصدد جاء فكره البروتوكول ما بين اللجنتين المصريتين. الحقيقه كمان اتكلموا عن ان هذا البروتوكول جاء يعني بناء على فكره مصر الحديثه او الجمهوريه الحديثه، وطبعا يعني اكيد كل ده موجود في الجمهوريه الجديده تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، بدمج ذوي يعني الاعاقه في المجتمع، وده اللي هيقوم عليه هذا البروتوكول، وعدد من الاكاديميات الجديده اللي هتنشا في صدد هذا البروتوكول الهام جدا. وكمان اتكلموا عن فكره يعني سرعه توثيق هذا البروتوكول من قبل الدولة المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفكرة يعني تطوير الرياضة في هذا الصدد بهذا بروتوكول التعاون. اتكلموا أيضا في يعني خلال الحفلة أو بداية الحفل بدءا من الفيلم التسجيلي، الفيلم التسجيلي اتكلم عن فكرة إقامة بطولات عالمية على أرض مصر خلال الفترة الماضية، في حين كان بيرفض عدد كبير جدا من الدول الكبرى في إقامة هذه البطولات على أرضها، ده طبعا بسبب تفشي فيروس كورونا يمكن من سنتين او اكتر، كمان يمكن داخلين على 3 سنوات. كانت الدوله المصريه يعني هي الوحيده القادره على تنظيم هذه البطولات العالميه خلال الفتره الماضيه، وده اللي شجع كمان على فكره وجود هذا البروتوكول. ولسه اكيد يعني مستمرين من داخل هذا الحفل، عندنا العديد من اللقاءات الخاصه سواء مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، او كمان يعني الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه الأولمبية، واكيد دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. والحقيقه يعني هنتكلم معاهم عن اهميه هذا البروتوكول خلال الفتره المقبله، لانه اكيد داخل في يعني التحضيرات لفكره البارالمبيات باريس 2024 وايضا اولمبياد باريس 2024. تمام، شكرا جزيلا ليك يا مريم، كل التفاصيل بصراحه قلتها لنا وكل الكواليس الخاصه بالاجتماع وهذا الحفل السحور للجنه الاولمبيه المصريه والبروتوكول بالتاكيد اللي هيتم مع اللجنه البارالمبيه المصريه خلال الفتره القادمه في اطار الاستعداد لاولمبياد باريس، كمان ان شاء الله نطمئن على ابطالنا الاولمبيين في الفتره القادمه. شكرا جزيلا للزميله العزيزه مريم سميح وفد قناه الاهلي من وقائع حفل السحور بالنسبه للرياضيين في هذا الجمع الكريم.